استكمالا لخطوات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها معالي وزير الداخلية خلال لقائه بنخبة من أبناء الوطن، تم صباح اليوم الإعلان عن لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي تضم 16 عضوا، وذلك بالتزامن مع احتفال وزارة الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية. وقد ألقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جميعا على تفضلكم بالحضور، فإننا نحتفل بيوم الشراكة المجتمعية والتي أصبحت ممارسة لا شعار، بل إنها صورة من صور التلاحم البناء. إنه ولا شك يوم من أيام الحصاد الوطني. نحن في الواقع نحتفل بمرور 13 سنة على إعلان يوم الشراكة المجتمعية. واسمحوا لي أيها السادة والسيدات الأفاضل أن أبين لكم كيف بدأ هذا المشروع الوطني. في الحقيقة أن البداية كانت برغبة سامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورع، فهو حامي السيادة الوطنية وحافظ كرامته، وكانت الرغبة السامية بأن يكون هناك تواجد قريب للشرطة في مختلف مناطق البحرين وقراها بشكل مسؤول يظهر الحرص والمساعدة للمواطنين ويشعرهم بالأمان في بيوتهم وعلى أنفسهم وعلى مصالحهم. وعلى ضوء ذلك عملنا بفكرة تشكيل شرطة المجتمع، وكان ذلك في عام 2005. مع مرور الوقت وتعرض البلاد إلى أحداث 2011 وما واجهناه من تدخلات أجنبية كان القصد منها استهداف الوطنية البحرينية والدفع بروح طائفية متطرفة والنيل من وحدة المجتمع وتماسك، ولكن ولله الحمد فقد تكسرت تلك النوايا السيئة أمام صمود قيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ووعي شعب البحرين المخلص. وإنني بعد تلك الفترة الدقيقة من تاريخنا أدركت عمق الفكرة ومعانيها الوطنية ومدى الحاجة لأهمية التعاون بين الشرطة والمواطن من أجل تقوية الجبهة الداخلية، فالأمن واحد ولمصلحة الجميع. الحضور الكريم، الحمد لله فقد نجحت الدولة في تحقيق الأمن العام في البلاد بالرغم من حجم التحديات التي تعاملنا معها، واليوم هناك جهود كبيرة تبذل من أجل أن تكون في هذا البلد شرطة عصرية قادرة على مواكبة التحديات الأمنية التي طرأت على مسرح الجريمة. والجديد في الأمر أننا اليوم نعمل على إضافة حاجز أمني منيع إلى منظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية في أمننا الوطني، وهو حاجز الانتماء الوطني. وما يزيد تصميمنا على تنفيذ هذه المبادرة الوطنية هو حجم التضحيات التي بذلتها البحرين حتى تحقق استقرارها، وكذلك تلك الجهود المخلصة وحجم التضحيات التي بذلها رجال الأمن من أجل ذلك الاستقرار.
واستمرار التدخلات الإيرانية وغيرها في شؤون الأمنية الداخلية، واستمرار عملها على تجنيد أبناء البحرين وتغيير مفاهيمهم الوطنية وتدريبهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات، وظهور التعاون بين الحرس الثوري الإيراني وقطر. هذا بالإضافة إلى ما تشهد المنطقة من ظواهر التطرف والإرهاب. ولكننا مثلما واجهنا التحديات الأمنية فإنا عازمون بعون الله على رص النسيج الاجتماعي، وسوف نعمل معاً بكل إخلاص لتعزيز الروح الوطنية، فالدولة المتماسكة اجتماعياً تكون عصية على من أراد أن يعبث بأمنها، لأن الإرادة الوطنية المخلصة تعلو وتقوى على الأطماع الخارجية، فهي تمثل إرادة الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. أيها الأخوة الحضور، البحرين بلد الوطنية. أنا أتحدث عن الوطنية التي صوتت لعروبة البحرين بقيادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد رحمه الله، رداً على مطالبات شاه إيران، وكان ذلك أمام لجنة تقصي الحقائق في عام 1970. وأتحدث عن البحرين التي صوتت بنعم للميثاق بنسبة 98.4 بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والبحرين التي تغلبت على الفوضى والتزمت بالنظام في عام 2011، والبحرين التي انتخبت نوابها بعد انسحاب من أرادوا أن يعطلوا حياتنا الديمقراطية. لا شك لنا أن نفتخر بهذا الرصيد الوطني ونحافظ عليه. أيها الأخوة الحضور، لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج، وسوف نعزز التوعية والنصيحة لهم، كما يجب أن يعرفوا بأن مصلحتهم في صلاحهم وفي التزامهم وتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة والبناء، وكيف أن يقولوا لا لمخالفة القانون. وهذا ما أبداه من تأسف وندم، من أدرك الحقيقة بعد مواجهة القانون، لأن الخيار الآخر هو مخالفة القانون، وهذا خيار فاشل لا يخدم الشخص ولا يخدم عائلته ولا يخدم الوطن. وفي هذا السياق الوطني، فقد تقدمت وزارة الداخلية بمبادرة شاملة بهدف تعزيز الانتماء الوطني. ولإنجاز هذا المشروع الوطني الهام، تم عرض فكرة تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على نخبة من الكفاءات الوطنية، والذين نشكرهم على قبولهم المشاركة مع إخوان لهم في وزارة الداخلية. ويسعدني في هذا اليوم المبارك أيضاً أن أعلن عن قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة القادمة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية. كما لا يفوتني في ختام هذه الكلمة من توجيه خالص الشكر لكل المواطنين الذين ساهموا في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية قولاً وعمل، والشكر موصول طبعاً إلى رجال الأمن الأوفياء الذين قدموا المثل الأعلى لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا في ظل العهد الزاهر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تم الإعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي ستتولى إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال. أعقبه عرض فيلم تسجيلي يبرز قيمة الهوية والانتماء الوطني، والذي يعد أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى. بعد ذلك كرم الفريق الركن معالي وزير الداخلية عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن كان لهم دور بارز في تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز علاقة الثقة بين رجال الأمن وكافة الفعاليات والأطياف المجتمعية. كما شمل التكريم عددا من المواطنين ممن أخلصوا العطاء وساعدوا الشرطة في عملها في عدد من القضايا، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع البلاد. وحدة المجتمع وتواصل أطيافه تمثل حجر الأساس للمجتمع القوي، وتأتي تمهيدا لقيام الدولة الوطنية الحديثة. ومن هنا كانت مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها معالي وزير الداخلية قبل حوالي شهرين، فيما تم اليوم الإعلان عن أعضاء لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي ستتولى إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال. أنا طبعا أقدر مبادرة معالي وزير الداخلية بتشكيل هذه اللجنة بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة ومن جلالة الملك حفظه الله ورعاه. هذه اللجنة لا شك بأنها تأتي من ضمن المبادرات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والخروج على القانون، في سبيل إيجاد مبادرات وأفكار من شأنها أن تعزز الثقة بالأمن، حتى يستطيع الجميع أن يعمل في صورة صحية في المجتمع داخل مملكة البحرين. وهذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أيضا الحماية القانونية، وكل ذلك يأتي في احترام لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. سعدت اليوم بحضور حفل برنامج الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت رعاية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، والذي أطلق خلاله تشكيل لجنة وطنية معنية بالانتماء الوطني، وهي في الواقع مبادرة وطنية حميدة جدا تهدف إلى جمع عدد من الخبراء والمفكرين والإعلاميين، وأيضا عدد من المنتمين للمؤسسات الرسمية في الدولة، من أجل تكوين هذا الفريق والعمل على تنفيذ رؤية وخطة معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة فيما يتعلق بالانتماء الوطني. وأنا أتصور هذه مناسبة مهمة جدا، وأتصور أنها مبادرة رائدة سوف تؤدي إلى قدر كبير جدا من التلاحم الوطني، وخصوصا أن هذه اللجنة سوف تسعى إلى وضع الأفكار والتصورات والرؤى الكفيلة بتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية ومبدأ التعاون ما بين الجهات الأمنية والمجتمع. فخورة جدا بأن أكون ضمن الفريق الذي يعمل من أجل الانتماء الوطني، لأن إحنا أهل البحرين أهل الطيبة وأهل الحب والحنان، وإحنا نحب بعضنا بعض دائما، وكل ما نعمل من أجل بلدنا هو قليل. هذه المبادرة ستكون إن شاء الله بادرة خير وسلام على المواطنين، ونحن نثمن جهود وزارة الداخلية ونحن معها في كل ما تقوم به من أداء وعمل، لأن هذه ليست شعارات فقط أو أسماء، وإنما هذا المجتمع لم يحتاج إلى ممارسة عملية من خلال المدارس، من خلال الجامعات، من خلال النوادي، من خلال جميع فئات المجتمع. لذلك سنعمل جاهدين من أجل أن نقوم بهذه الممارسة العملية، لأجل أن تكون البحرين آمنة ومطمئنة في ظل قائدنا ومليكنا المحبوب الملك حمد بن عيسى الخليفة. وتعد مبادرة الانتماء الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها تعزيز روح التلاحم الوطني بين عناصر المجتمع البحريني المتماسك، استنادا
إلى 5 عناصر أساسية، وهي التشريعات والأنظمة والمناهج والمقررات والمطبوعات، إلى جانب حملات العلاقات العامة وبرامج الانتماء. البحرين تواجه تحديات كبيرة كأي مجتمع معاصر آخر. تأتي هذه اللجنة لتكمل أي عمل آخر بدأ لمواجهة هذه التحديات. البحرين بلد التعددية والتعايش والسلام والأمن، فتأتي هذه اللجنة مثل ما ذكرت قبل قليل لتكمل ما تم البناء عليه أساسا. أمامنا المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك أسس لعمل هذه اللجنة، ونحن إن شاء الله نكملها. أنا متفائلة جدا أن جميع مكونات اللجنة باختيار سيدي معالي وزير الداخلية سنأتي لنكمل بعض، لنعمل مع الجهات المختصة سواء كانت في التربية والإعلام والمجتمع أساسا، وإطلاقها في يوم الشراكة المجتمعية له مدلول مهم جدا، لأن كل شيء من المجتمع وإلى المجتمع، من الوطن وإلى المواطن. نداء لكل مقيم وبحريني على هذه الأرض، ترى البحرين أرض النعمة والمحبة والسلام، تستاهل أن ننتمي لها بكل ولاء ومحبة. طبعا مبادرة معالي وزير الداخلية بتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع مبادرة جدا مهمة، تي في وقت يواجه في المجتمع البحريني جملة من التحديات، يمكن أبرزها تحديات تتعلق بالهوية الوطنية، تحديات تتعلق بالقيم البحرينية الأصيلة اللي نلاحظ أنها هي تراجعت بشكل كبير اليوم في ظل وجود أوجه كثيرة لتغيير مثل هاي القيم، مثل شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. أيضا ممكن المبادرة تساهم في رفع مستوى الانتماء الوطني لدى الشباب البحرين تحديدا، اللي هم عمليين هم المستهدفين تحديدا من المبادرة نفسها. اللجنة هذه يعني أنا أعتقد أن واحدة من المهمات التي أسست على أساس هذه اللجنة هي تأكيد مسألة الاندماج وتأكيد مسألة الانتماء، ولتحقيق ذلك كما أشار معالي الوزير في ذلك ستخرج من اللجنة مجموعة من اللجان التي ستتناول مجالات مختلفة، وهي مجالات كلها تصب في مسألة تعزيز مسألة الانتماء وتعزيز مسألة الهوية الوطنية وتعزيز مسألة الشراكة المجتمعية والوطنية في المجتمع. ونأمل أن اللجنة تكون قادرة بعون الله على تحقيق ذلك. هذا وتعكس مبادرة الانتماء الوطني فكرا وطنيا متقدما من شأنه رفع معدلات القدرة على مواجهة التحديات، فتعزيز هوية المجتمع وتأكيد الانتماء الوطني تشكل قوة مضافة لأبناء المجتمع بفئاته كافة في اتجاه الالتفاف حول قيادة جلالة الملك المفدى، وفي الوقت ذاته تأمين المصلحة العليا للوطن.